السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. اليوم بكلمكم عن قصة ولد صغير أنقذ حياة أمه بمساعدة سيري. اللي ما يعرف من هي سيري، فهي المساعدة الصوتية اللي موجودة في الآيفون، وممكن تسألها أسئلة معينة وترد عليك وتساعدك في بعض المسائل اللي في حدود قدراتها. المهم، الولد هذا اللي نتكلم عنه اسمه رومان. الولد هذا ولد صغير عمره 4 سنوات بس، يعني يلا توا واعي بالدنيا. رومان يعيش مع أمه في منطقة اسمها كينلي، تقع في مدينة لندن عاصمة بريطانيا. الولد كان قاعد في البيت مع أخوه التوأم وأخوه اللي أصغر منه لما أمهم فجأة انهارت قدامهم في البيت. الولد بدأ يفكر شو ممكن يسوي، خاصة أنه ما في أي حد كبير جنبه وما في أي وسيلة أنه يستعين بحد خارج البيت. فبدأ يفكر في الأشياء اللي حوالينه، ولأن الأطفال اليوم صاروا أدرى بالتقنية حتى من الكبار، فكر رومان أنه يجرب طلب المساعدة من سيري اللي موجودة في آيفون أمه. لكن المشكلة أن الآيفون محمي بكلمة سر، لكن أيضا من الحظ أن الآيفون يستخدم حساس البصمة لفتح التلفون. فراح الولد وخذ ايد امه وحط اصبعها على حساس البصمة وقدر انه يفتح التلفون، وبعدها شغل سيري وطلب منها المساعدة، وسيري بدورها قدرت انها تتصل برقم الطوارئ وتخليه يكلمهم. بعد ما بدأ رومان يكلم الطوارئ قالهم انه يعتقد ان امه ميتة لانها مسكرة عيونها وما تتنفس. الولد قدر بعد انه يعطي الطوارئ عنوان بيتهم بالضبط وبدون اي اخطاء، وهذا اللي ساعد الشرطة والطوارئ انهم يصلون لبيته مباشرة، وقدر انه يوفر عليهم دقائق ثمينة جدا كان يمكن تفرق في إمكانية إنقاذهم للأم. وفي آخر المقطع راح أشغل لكم تسجيل للمكالمة إن شاء الله. المهم، بعد 13 دقيقة من المكالمة قدروا المنقذين إنهم يدخلون البيت، وهناك حصلوا رومان وأخوه التوأم وأخوه اللي أصغر منه مع أمهم اللي كانت فاقدة للوعي وطايحة على الأرض. المنقذين قدروا إنهم يسعفوا الأم وخذوها للمستشفى، وقدرت إنها تستعيد وعيها وتعافت من اللي كان فيها، لكن تقرير الشرطة ما أظهر لنا ليش أغمي عليها من الأساس. بعدها في تصريح للشرطة قال رئيس غرفة عمليات الطوارئ أن سماع هالمكالمة يذكرنا بأهمية تعليمنا للأطفال والصغار بعناوين بيوتهم وكيف يقدرون أنهم يتواصلون مع الشرطة وخدمات الطوارئ وقت الحاجة، وأن هذه القصة تراوينا بشكل واضح كيف أن هالشيء ممكن يكون الفارق ما بين الحياة والموت. فشيء عجيب صراحة أنك تشوف ولد صغير بعمر 4 سنوات يسوي كل هذا، عشان بس تعرف أن جيل اليوم والتكنولوجيا ماشيين مع بعض صح ما شاء الله. فالمهم، خلونا الحين نسمع المكالمة بين رومان والطوارئ. Karen, please, what is your emergency? Hello, I'm Roman. Okay, where's your mummy? She's at home. And where are you? At home as well. Can you do me a favour? Can you go and get mummy? She can't, she's dead. You said mummy was there. What do you mean she's dead? It means that she's closing her eyes and she's not breathing. Right, so do you know where you live? Row 22. Can you go to your mummy and shake her for me? She's not waking up. Give her a good shake. Shout out, mummy. Mummy! It didn't work. Are you in Kenley? Yes, Kenley. What is your name? Roman. شكرا لكم على المتابعة، وأتمنى يكون المقطع عجبكم. لا تنسوني من لايكاتكم ونشركم، واضغطوا زر الاشتراك إذا ما كنتم مشتركين. أشوفكم على خير في المقطع الجاي، ومع السلامة.